هدفين مقابل صفر يعني تخليك تلعب برياحية في الصيف، وإن شاء الله ولي ما لا راح نتكالي في الدومي فينا بإذن الله. نشكر هذا الجمهور، وكما قلنا يعني الجمهور جاء تسامح معايا وأنا تسامحت معهم، بدينا صفحة جديدة الحمد لله. أنا نظننا فيها بوماش هذا جيست هذا بريمير ميطون، مازال ان شاء الله دوزيام ميطون في ستيف، ان شاء الله نديروا ريزيلتا بوزيتيف ان شاء الله، ونفي الماكسيموم ان شاء الله باش نتأهلوا ان شاء الله. كاين الشوط اول كما نقولوا جزناه الحمد لله بخير، مازال الشوط الثاني في ستيف. نظن باللي اليوم كانت مقابله تاع رجال، اللاعبين برهنوا باللي رجال، باللي سي با دي تريشور، باللي الناس ولاد عائله. اليوم الفريق اللي كان عنده الاراده اكثر هو اللي فاز. هذا الشوط اول، مازال الشوط الثاني تلاه في ستيف. في ستيف ان شاء الله هنا نحضروه بجديه وباراده، ولما لا يعني نطمح دائما للتاهل في يوم الاربعاء ان شاء الله.